الحقيقة تسمح لي قبل ما ابتدي اخرج شوية صغيرة عن النص وعن الحوار علشان احييك بصفتك نموذج للصحفي والاعلامي الموضوعي اللي لا يخلط الخاص بالعام. ويمكن هقول حاجة ما حدش كتير يعرفها، ان انا المفروض اهنيك بالسلامة لان كان المفروض انك تموت وانت في النيابة لما مسكوك الساعة 12 الوقت تعال اشرب فنجان قهوة وقعدوك لغاية الساعة 2 الصبح. ولما حاولنا نتدخل ونتصل ونقول ان الاستاذ عمرو خفاجي عنده ضغط وعنده سكر وما يصحش هذه المعامله، ضيعت ثلاث ارباع ان انت المعجبات كده يا باشمهندس. واخد بالك؟ اعرفوا ان عندي ضغط وسكر، ما خلاص ما يمكن قلنا كده هربوا خلاص هربوا. وقتها اتقال لي ايه؟ ويعني ما يموت حتى ولو ده كان قبل الثوره طبعا، ده كان قبل الثوره، ده كان قبل الثوره وده من اسباب الثوره الحقيقه يعني. وان هو ايه يعني ولو مات هنشرح جثته ونعرف كذا. وعلى اي حال القيادات واتقال لي اسمين، حد في الرئاسه وحد في الحزب، عارفين وموافقين ان ده يحصل في رئيس تحرير جريده الشروق. وانك انت الحقيقه عمرك ما استغليت هذا ولا استخدمتها في البطوله ولا عمرك جبت سيرتها، فالحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا باشمهندس. عندنا قوة ناعمة، عندنا قوة ناعمة، وعندنا ما يجعل من مصر قوة ثقافية عظمى لو اشتغلنا صح ولو أدركنا صح. نمرة واحد، لو فهمنا حقيقة يعني إيه صناعات قد إيه وحقيقة إيه مصر، دورها إيه وإمكانياتها إيه وما تملكه في هذا المجال. ولو حكيت لك، أنا مرة كنت في زيارة لمكتبة الكونجرس من حوالي 12 سنة، وقتها كان الراجل بيكلمني عن الملكية الفكرية وقال لي ان هم بيفكروا يعملوا مؤتمر للدول المصدرة للثقافة، وكان في عدد من الدول من العشرة الاوائل كانت مصر جاية نمرة سبعة، على اساس ان مصر بتصدر ثقافتها وثقافتها بتصدرها على الاقل للعالم العربي وللعالم الاسلامي. وكان رأي الراجل الامريكاني مدير المكتبة وقتها ان دور مصر الثقافي اهم من دور ألمانيا واليابان، لأن ألمانيا واليابان مصدرة للتكنولوجيا أكثر ما مصدرة للثقافة، بينما مصر مصدرة للثقافة. وكان رأيه وإن إحنا للأسف مش مهتمين بنفسنا ومش مهتمين بدورنا. عايزين نقول للناس إن في فرق، مش حقوقنا، إن في فرق ما بين المحتوى اللي هو ليه حقوق وما بين الكونتينر أو الناقل اللي هو ده التكنولوجيا بتاع ألمانيا وبتاع اليابان. بالظبط. لكن المحتوى ده اللي جوه الحاجات دي. اللي جوه الحاجات. شوف، العالم كله دلوقتي مهتم جدا بحكايه الصناعات الابداعيه، ومهتم الامم المتحده، ومهتم اليونسكو، ومهتم اليونيسيف، ومهتم اتحاد الناشئين الدولي، وكل العالم بيعتبروها اكبر صناعات بتنمو واكبر صناعات بتؤثر في بناء وتنميه الانسان. وتنميه الانسان هي اساس كل تنميه، اي تنميه اقتصاديه صناعيه سياسيه حضاريه ديمقراطيه، اساس الانسان. فالصناعات الإبداعية هي أكثر صناعات مؤثرة في الإنسان، وحجمها في العالم حوالي 1.5 تريليون دولار، وبتقفز وبتزيد كل سنة. 1.5 تريليون دولار يعني إيه؟ يعني 1500 مليار. يعني عشان الناس تفهم، ميزانية مصر الجديدة في 13-14 سنة 2013-2014 هتبقى كلها على بعضها أقل من 100 مليار دولار، يعني بنتكلم على 1 على 15. كويس. وبعدين هم في صناعات اللي هي الاساس وفي صناعات فرعيه، عشان تبقى عارف برضو الحجم في الصناعات الاساسيه. صناعه النشر في العالم حوالي 345 مليار دولار، الكتب فقط 138 مليار دولار، المجلات والجرائد والدوريات حوالي 207 مليار دولار. وخد بالك الدوريات هي الاكبر، الدوريات الناس ما بتاخدش بالها، الدوريات اللي هي المجلات العلميه اللي هي المجلات اللي في مجالات الطب والزراعة والصناعة وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا، واللي هي في كل فرع وفي العالم. يعني في نشر وحده بيعمل 3700 دورية، نشر واحد واحد. فشوف انت العالم في كام دورية وأهمية هذه الدوريات قد ايه. صناعة البرمجيات دلوقتي حوالي 200 مليار دولار، لكن بتخفض بسرعة وكل سنة بتخفض. دي اللي هي ايه علشان نشرحها للناس؟ البرمجيات اللي هم بيعملوا السوفت وير، اللي الناس عارفاها بكلمه السوفت وير، اللي بيعملوا السوفت وير بكل انواعه وكل فروع. صناعة الموسيقى والمسرح والأوبرا حوالي 50 مليار دولار، السينما حوالي 40 مليار دولار، التلفزيون والراديو حوالي 105 مليار دولار، التصوير والفنون البصرية والإعلانات حوالي 120 مليار دولار. ففي العالم الصناعات الإبداعية اللي هي الصناعات اللي فيها إبداع إنساني، اللي فيها بيسموها كمان صناعات الملكية الفكرية.
هي دي اللي بتعمل التقدم، هي دي اللي بتعمل الهوية. طب أنا بس عشان أكمل بس سؤالي وهنكمل في التفاصيل الجميلة اللي حضرتك بتقولها والأرقام اللي تزعل شوية دي، إحنا المصطلح ده موجود عندنا؟ يعني ليه المصطلح ده غريب على ودنا؟ ليه ما نعرفش كلمة الصناعة الإبداعية؟ أنا بقوله بقى لي فترة بس لسه ما تعودناش عنه. إحنا الحقيقة مش عارف، إحنا مشغولين بحاجات أخرى، إحنا مشغولين بقالنا سنوات، الحقيقة بقالنا سنوات طويلة مش بإطلاق الصناعات الإبداعية ومش بإطلاق الـ 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 الثقافة والإبداع، إحنا مشغولين بالسيطرة عليه، بالسيطرة على الإبداع. والسيطرة عليه بطرق مختلفة. كان في طرق زمان، كان في مصر عشان تألف كتاب ولا تألف فيلم ولا تألف حاجة لازم تقدم الـ 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 العمل ده للرقابة عشان توافق عليه قبل كده، وكان كل صحيفة فيها رقيب. كل الكلام ده كان في ايه، في الخمسينات وفي الستينات لغاية نص السبعينات. بعد كده انطلقنا وبقت في وسائل اخرى، فبقت خد بالك انا وصلت لحاجة، الدول ذات الحكومات الشمولية الدكتاتورية بتكره حقوق الملكية الفكرية. ليه؟ لان احترام حقوق الملكية الفكرية معناه انك بتحترم المبدعين والباحثين والمؤلفين ومنتجين الثقافة من ناشرين لمنتجين سينما، ولما بتحترم الناس دي وتحترم حقهم في الابداع وفي الحرية وفي العمل ده بيقدر بيبقى مستقل اولا عن الحكومة، مش ضروري انه يؤيد نظام الحكم القائم في اي بلد، او مش ضروري يعمل دعاية طول الوقت للرئيس ولا عائلة الرئيس. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. فانت لما تكون بتحترمش حقوق الملكية الفكرية تسيب اللي عايز يزور يزور، وتعيب اللي عايز يقرصن يقرصن، اللي عايز يزور الكتاب يزور، اللي عايز يزور الموسيقى يزور، اللي عايز يزور الفيلم يزور، في الاخر كل المبدعين دي بالصناعات ما بيبقاش عنده بديل غير الحكومة. فانت والحكومة هي اللي في الاخر ايه، هي اللي بتديك الجوائز، هي اللي بتعمل لك المشروعات، وفي الاخر هي اللي بتسيطر عليك، هي اللي تيجي لما تعمل مشروع للقراءة تقول انا هنشر لعمرو ومش هنشر لابراهيم. فلما انت تكون راضي عنك كتابك بدل ما بمصاريف بمقاييس الاقتصاد يبقى 50 جنيه انا هبيعه بجنيه، يبقى انا بعمل ايه؟ ان انا بحطم واحد لانه لا يستطيع المنافسه، وبشجع واحد لان انا راضي عنه، وده اشتري حقوقه وده سفره وده اديله جوائز وكذلك، وتحل محل المجتمع. بدل ما تعمل انتعاش في صناعه السينما تعمل هي السينما بنفسها. يبقى هو كده ما عملش الصناعه الابداعيه دي، بل بالعكس ده بيلغي المجتمع ويحل محله، بل بالعكس هو بيستخدمها استخدام اخر بعيد عن كلمه الصناعه وبالتالي العائد. طب انا عايز افهم حاجه يا باشمهندس، اللي انا فاهمه ان هذه الصناعات الابداعيه في المتوسط طبعا بتصل الى 11% من الناتج القومي الاجمالي للدول الكبيره زي امريكا وكوريا واستراليا، ها يعني، والدول الصغيرة للأسف الشديد بتصل ل 5% زي يمكن كينيا ولبنان وباكستان. أين نحن؟ لا إحنا شوف، إحنا مصر والعالم العربي كله في الصناعات الإبداعية أقل من 0.5%. أقل؟ يعني إحنا جايبين البيانات حطينا على الشاشة للناس عشان يعرفوا. أقل من 0.5% على بعضنا. أقل من 0.5% بالنسبة للعالم. فأكننا مش موجودين يعني. ولذلك اتجاهات العالم في ان النشر هيبقى ورقي ولا الكتروني، السينما هتبقى كذا ولا كذا، احنا لا مؤثرين انتاجا ولا استهلاكا لسه، رغم ان احنا عندنا كل هذه الامكانيات، لاننا عندنا تاريخ في مصر بالذات، عندك تاريخ لان انت ابتديت تاريخك في الصناعات الابداعيه من نص القرن ال 19 مثلا. الكتاب من اهم ومن اقدم صادرات مصر، لان انت بتصدر الكتاب المصري من نص القرن ال 19 ومن اوسعها انتشارا، لان انت من القرن ال 19 كتابك بيوصل لأندونيسيا شرقا ونيجيريا وموريتانيا غربا، فتأثيرك كبير جدا، وتأثيرك على كل العالم العربي والإسلامي ما حدش يقدر ينافسك فيه لو انت اشتغلت صح. مثال ذلك كمان الكتاب المدرسي، ما هو الكتاب المدرسي ده جزء من النشر، جزء من الحركة، وجزء من إبداع.